هلا والله، الله يسعد مساكم، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. مساء الخير يا اجمل متابعين، كيفكم؟ احد قد سمع بجع الموت؟ تخيلوا يا جماعه الخير، بجع طير. هو انا جالس اتخيل ان عايش هنا معي في البيت، ولا انا جالس مربي؟ طبعا الطير هذا متربي على الحقد ولا يحب شيء اسمه تزاوج، مركزين انتو؟ عاد صوته اذا عصب صوت مدفع، والله راح اوريكم تقرير لها الان، خلوكم معي. نظرة مخيفة تليق باسلافه من الوحوش. ثالث اكبر منقار بين الطيور، ارتفاعه يصل الى متر ونصف، وجناحه يقاربان 3 امتار. بجع الموت. بمجرد سماع صوته وهو غاضب يوحي بأن هناك حرب بالمدافع الرشاشة. وفي حالاته العادية يكون صوته كالبلدوزر الذي يثقب الصخور. ملامحه مرعبة وهو يتهيأ لصيده، لا يستثني التماسيح الصغيرة والأفاعي والأسماك والزواحف وكل ما يظهر أمامه في المستوقع. لا تغرنك هذه المناظر الودودة وهو يتبادل التحية مع الزوار والمشرفين عليه في حدائق الحيوان، فمنذ أن يكون فرخا صغيرا يتشبع بالحقد. الشعار في العش هو البقاء للأقوى. تترك الأم الصغار وتذهب لتحضر الماء والطعام، وفي هذه الأثناء ينقض القوي على الضعيف ويبدأ بمحاولة قتله. تعود الأم فيستنجد بها صغيرها لتنقذه من أخيه الظالم، لكنها تتخلى عن المهزوم وتذهب إلى المنتصر لتكافئه وتترك الآخر يموت. زي ما انتم شايفين طير غريب أطوار، وانت غريب اطوار بعد. خلاص يا اخوي، تراك لاصقة والله انك لاصقة. بشركم ما شاء الله تبارك الله، سمعت منه يقول لي تعال، كلمة تعال، يقول لي تعال. بدأ يتكلم الطير ما شاء الله. احنا قلنا شحيبر اللي يتكلم، ما هو انت. يرحم امك، تراك تعض كذا غباء ولا ايش السالفه؟ تخيل بالله ان البجع هذا انه عايش عندكم، ما بقول في البيت، في الحي اللي انا ساكن فيه. تخيلوا بالله الموقف، تخيلنا يعني البجع ذا انه في حوش واحد من جيرانكم، تسمع اصوات وصراخ وتفكر، وفي الاخير حيوان اللي يطلع الصوت ذا. طير غريب، وهذا اغرب من الخيال بعد. خلاص الله يرحم لي والديك، تعال يلا تصرف يا كوكو، تصرف في الموضوع. ما يصير اخوي، ما يصير. تعال انت تصرف في الموضوع يا اخوي، اشغلنا والله، اشغلنا. لصقة يا عفد، ما يصير يا كوكو. اشمك حبيبي واموت علي. بدا يعبر لي عن الحب لي. شوف مو كذا، خليك. لا يرحم امك. اي خليك فرج، راح يعبر لي عن حبه بالطريقه. انا الله ابو جدك. هو عض غبي، يعني هو ما هو مركز، يعني لا تفكرون عض حقد ولا لا، هو غباء كذا بس. يعني شاطر حبيبي، شاطر.
قولي 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 خلاص خلاص همزه همزه ما يسكت الا بالطريقه دي. عنده حب يحب يعضض. والله طير غريب غريب. ايش رايك اجيب لك سمسم تلعب معه؟ ها تبغى سمسم؟ يستانسون مع بعض الاثنين هذولا. بالله شوف كيف لعبوا. على فكرة هذا بعض الأحيان يعضه يعني تعرفون عض غبي. تعال شوف ذا يعصب الصغير ويضاربه. تعال تعال تعال. أنت عليك تشم وأنا علي أشرب. شم الله. والله ما فكه والله لا أشربه. الله قهوة. شفني اشرب قهوة. انا جالس اشرب قهوة. الله هاي 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 ثوبي ثوبي. انا بروح. لا تروح لا تروح. تعالين تعالين. خلاص خلاص ولد ولد ولد. علشان علشاني 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 مجاملة بس علشاني. خلاص يا كوكو علشاني. خلاص خلاص حبيبي خلاص خلاص علشان. عشان يمطنش ما أرد عليه. شوفوا كيف شوفوا كيف يعاملني. خلاص خلاص ها. ايش تبغى ايش تبغى ايش تبغى يا خبل. خلاص يلا نروح ننام. تبغى تروح تنام؟ يلا نوم يلا نوم يلا نوم انت الورع انت الورع انت الورع. يلا نوم يلا تصبح على خير يا حبيبي. لا اله الا الله سبحان الله يجزاك خير. شكرا. يلا الصلاة. يا ولد روح انام.
خلاص خلاص لا تعصب، احنا قلنا لك تكمل جميلك وتصلي بس خلاص يا بينا. طيب كمل جميلك وصل بس خلوا يبون يشوفونك وانت تصلي. الله يجزاك خير. ايه يلا صل. صل انت. طيب طيب يا هو يبغى ينام او يبغى ينام يا اخوان. يلا تصبحون على خير.